السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب دودي سبورت. النهاردة يا جماعة الأسبوع الخامس، لقاءات من النار، وفعلا حاجة تحرق الدم وحاجة تضايق وحاجة تعكنن، واللعيبة ملهاش مزاج تلعب، وفعلا مفيش حد بيصدق على المارد الأحمر غير لما الحكم بيعمل كده. حكم صفر فعلا، تصدق ان الماتش خلص، تصدق ان الماتش خلص، تصدق ان علي معلول في الدقيقه الرابعة ونص بالوقت الضايع يحط الفوز على المحله، بعد ما كان المحله متعادل، بعد ما كان المحله فاكر نفسه اللي هو بيلاعب الكروم، المحله فاكر نفسه بيلاعب مركز شباب صقر قريش، المحلة فاكر نفسه بيعمل كورة عويجة. لا، ده بيلعب النادي الاهلي المارد الاحمر، الشياطين الحمر، ابطال افريقيا، صاحب العشرة، المجال الافريقي والمحيط الاطلنطي وكل حاجة. فعلا انا ذات نفسي من ملعب دودي سبورت ما بصدقش غير لما الحكم بيصفر. انا ما صدقتش اللي في الدقيقة الرابعة يتعادل غزل المحلة 2-2 ويرد عليه علي معلول بفاول من ضربة حرة ثابتة يحط الفوز، يخلي جمهور النادي الأهلي يولع في المدرجات. أنا مش عارف بصراحة، نركن النادي الأهلي على جنب ونيجي لماتش الزمالك والبنك، وبعد كده هنقول لحضراتكم على نتائج الأسبوع الخامس من الماتشات اللي اتلعبت النهارده ولسه الباقي بتاعها بكره ان شاء الله باذن الله. بس قبل ما نخش على لقاء الزمالك، عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو الى 30 40 الف فولو، وانا عارف ان هم مش هيحصلوا حتى 50 فولو، انا عارف. نادي الزمالك النهارده بيلعب وهو ركبه بتخبط في بعض، نخلص من ابو جبل يطلع لنا عواد، نخلص مش عارف من مين يطلع لنا علام، نخلص من نادي الزمالك ذات نفسه بكره بالبعبع جاي لهم مرتضى منصور. الناس النهارده مش قادره تجري، اللعيبه النهارده مش مقديه كويس، انا ما اعرفش عايزين ايه. نادي الزمالك بعد التعادل ده، خساره من النادي الاهلي ومش عارف عامل ايه ومش عارف مين ومساوي ايه ده؟ ايه ده؟ ونيجي نتعادل مع البنك، ده كويس ان البنك النهارده ما اداناش العيديه، يعني كان كسبان 1-0 محمد هلال ويرد عليه زيزو من ضربة جزاء، يعني الماتش يخلص 1-1. أنا مش عارف، مستوانا وحش جدا جدا جدا، الأداء سيء جدا جدا جدا، الفرقة مش عارفة تمسك كورة، الراجل بيلعب بطريقة 4-1-3-1 ولا 4-2-3-1 ولا 4-4-3، أنا ما أعرفش. فجأة كده بتلاقي التشكيل متغير وفجأة تلاقي الدنيا كلها متغيرة بشكل مش طبيعي، أنا مش عارف النادي هيودينا فين؟ نادي الزمالك هيودي جمهوره فين؟ احنا تعبنا وقرفنا، بجد تعبنا، احنا بجد تعبنا. لما الجمهور يعمل كده يبقى الناس الثانيه او اللعيبه او مجلس الاداره هيعمل فينا ايه؟ احنا بجد بجد خلاص زهقنا، بجد اقسم بالله زهقنا، بجد زهقنا من الكوره، بجد زهقنا من نادي الزمالك. بكره مرتضى موجود، يا ترى النادي هيحصل فيه ايه؟ هل هيتباع ولا هيتحط في مزاد ولا هيبقى عامل زي مصلحه الاحوال الخومرجيه ولا انا مش عارف بصراحه. عايزين نقول نتائج الاسبوع الخامس بالدوري الممتاز، فاركو يفوز على سيراميكا 1-0، والمقصه يتعادل مع الاتحاد 0-0، وغزل المحله ياكل علقه من المارد الاحمر 3-2، والزمالك يتعادل مع البنك خلاص 1-1، الجونه المصري دب الجونه 3-0 مع الرافه، وسموحه وطلائع الجيش اتاجل علشان ظروف الجو اللي كان هيتلعب في اسكندريه. بكره عندنا فيوتشر عنده امبي، والمقاولين عنده الاسماعيلي ولاد العم. ادي كان لقائي عقب لقاء الاسبوع الخامس من مسابقة الدوري الممتاز، بشكركم
ما ننساش نعمل اشتراك للقناه. وقبل ما اقفل معاكم عايزين نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو ل 30,000 فولو وننجح بيكم. يا ريت بقى ننجح بيكم عشان احنا تعبنا. خلاص بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.